الخير، اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وكلنا واحد. في كل حلقه بنحاول ندور على المشاكل اللي بتهم المواطن المصري وندور لها على حلول، وكمان الايجابيات بندور عليها وبنظهرها. موضوع حلقتنا النهارده عن الاطباء، ملائكه الرحمه، عليهم دور كبير قوي في الحفاظ على صحتنا، لكن الخطا البشري وارد، يعني ساعات بيكون في اخطاء، ازاي نتفاداها ونعالجها ونحلها علشان الاطباء يقدروا يحافظوا على صحتنا، علشان دايما مستقبل مصر يكون احسن. هنرحب بضيفنا اللي منورنا ونبدا كلام في حلقتنا. ضيفنا اللي منورنا الاستاذ الدكتور خيري عبد الدائم، نقيب اطباء مصر. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا النهارده. اهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني عايزين نبدأ كلام، مش هنتكلم عن الخطأ الطبي بداية، لكن هنتكلم عن الدور المهم اللي بيقوم بيه الطبيب المصري. الأطباء أرواحنا بتبقى في إيديهم، هما بيحاولوا أنهم يبذلوا قصارى جهدهم، لكن ساعات بيبقى فيه مشاكل. ممكن حضرتك تعرف لي الخطأ الطبي، نعرف منين أن المشكلة اللي حصلة دي خطأ طبي؟ هو كل الأمراض وكل الأدوية وكل العمليات لها نسبة بيحصل فيها مضاعفات معروفة عالميا. يعني إذا الدكتور عمل عملية مثلا وطلع بعدها مضاعفات، فقد تكون نتيجة طبيعة العملية نفسها أو طبيعة المرض، وقد يكون نتيجة خطأ طبي. يعتبر الطبيب أخطأ إذا كان ما اداش المريض الاهتمام الكافي والعناية في تشخيص المرض او في علاجه او في متابعته بعد اي اجراء يعمله. يعني مثلا دكتور عمل عمليه، المفترض ان هو بيمر على المريض بعديها يتاكد من ان كل شيء تمام. اذا حصلت اعراض فالمفروض ان هو يدور على سببها، يعمل ما يحتاجه من اختبارات عشان يعرف ايه اللي حصل. والخطا كتير من او معظم الاخطاء ممكن تداركها او يعني حلها بطريقه اخرى. ساعات اللي بيشكو منه المريض او اللي بيحصل بعد العمليه يكون من طبيعه المرض او ان الطب ما وصلش درجه الكمال. يعني في امراض كتيره ما لهاش علاج او علاجها نسب الشفاء فيه قليله. فده ما يعتبرش خطا طبي. اللي بيقدر يفرق ما بين الشيء اللي هو لازم هيحصل في نسبة معينة وين ان الطبيب ما طبقش القواعد الطبية السليمة وبالتالي المريض حصل له المشكلة، هو خبير. فالمفترض ان اي شكوى تقدم الى الجهات المختصة اللي هي يا النظام القضائي المصري او نقابة الاطباء. النقابة لما بيجينا شكوى احنا بننتدب اثنين خبراء في هذا المجال. يعني مثلا واحد عمل عملية في عينه وبعدين بعد العملية ما بقاش يشوف وما حصلوش التحسين اللي هو كان متوقع، فاحنا بنستضيف اثنين اساتذة من اساتذة الرمد ونقدم لهم المستندات وبيفحصوا المريض ويشوفوا نوع العملية ايه وبيراجعوا بقى المعلومات العالمية المعروفة عن طبيعة هذا المرض وطبيعة العملية. فإذا كان الطبيب ما أحسنش تصرف إحنا بنبتدي إجراءات تأديبية عندنا في النقابة. يعني قد يكون الخطأ خطأ طبيب أو يكون خطأ عنصر ثالث ما نعرفوش، يعني الله أعلم يكون إيه. طيب سبب المشكلة والأخطاء، هل انتشار الجامعات الخاصة اللي ساعات بيكون فيه يعني تسهيلات في الدخول غير الجامعات الحكومية اللي كليات الطب فيها بيكون ليها شروط خاصة؟ لا، هو خدي بالك ان في مصر بيتخرج كل سنة حوالي 10,000 طبيب. منهم أقل من 1000 يمكن 800 من الجامعات الخاصة. وطبعا دلوقتي يعني من 5 سنين كانت دفعات صغيرة قوي في الجامعات، هم في شغل كليتين طب خاصين في مصر بس كلها. بينما في 20 أو 22 كلية طب، لما تاخدي كلية الطب الجامعية وبتاعة الأزهر
عددهم اكبر كتير. والخارجين بتوعهم بقول لك عددهم بسيط، فهم ما يمثلوش الا جزء صغير قوي من المشكله. المشكله مع كل الدكاتره. والجزء اللي انت بتتكلمي عنه اللي هو ان يكون الطبيب عارف وعنده مهارات، عنده معرفه، يعرف الامراض سببها ايه وعلاجها ايه نظريا. لكن مهم قوي ان يكون عنده مهارات، مهاره الكشف، مهاره عمل عمليه، مهاره قطع الجلد، مهاره الخياطه، مهاره موهبه. دي جزء منها موهبه، لكن اقول لك 10% موهبه و90% تعليم وتدريب. تدريب. كليات الطب عندنا تتميز بانها فيها الجانب النظري متفوق جدا على الجانب العملي. الاعداد الكبيره ما خلتش الطالب يتمرن بايده. يذاكر من الكتاب. دلوقتي طبعا المعلومات متاحه في كل حته. مش بس في الكتاب والمحاضره، لا كمان على النت يعني. فبقاش الواحد يعني عنده عذر ان هو ما يعرفش. لكن المهارات دي ما بتكتسبش الا بالممارسه والتتلمذ على زي اي ورشه. الصبيان بيتلمذوا على المعلم. يشوفوه بيشتغل ازاي، بعد شويه بيعرفوا يجربوا بايديهم، وبعدين يسيبهم هم يشتغلوا ويضربوا لما يغلط، وبعد كده هو بيبقى معلم. فعشان الطالب يتعلم بالطريقه دي اللي هي ما فيش طريقه غيرها، ما يمكنش يتعلم يعني يقدر ياخد الفكره الاول من الكتاب او من النت، لكن لازم يشوفها بتعمل وبعد كده يعملها بنفسه. الا من خلال مهارات في داخل المستشفى بواسطة أستاذ، جراح، نساء، ولادة، رمد وغيره. هذه الفرصة مش موجودة في كلية الطب. الأعداد الكبيرة والجانب النظري أكبر، والجانب النظري هو المسيطر. طيب كان المأمول فيه أن سنة الامتياز تعوض ده. أيوة. في مهارات أساسية يتعلمها في سنة الامتياز، وده مش حاصل. سنة الامتياز بتضيع في دكتور الامتياز بيستعمل كمراسله، روح الدم، ودي العيان ده ما اعرفش ايه، هات الاشعه، يشيل شيفتات ما فيهاش طبيب موجود، فبيكون نتيجه كده ان هو ما بيتدربش. طيب بره في كليات الطب او ما بعد كليه الطب، الطالب بيتخرج من كليه الطب طبيب، لكن بيكون في تقييم يقيم الطالب ده قبل ما يمسك عيان ويؤدي عمله كطبيب. هل ده موجود عندنا ولا كل من حصل على بكالوريوس الطب يمارس المهنة؟ مع الأسف مش موجود، وده شيء احنا بنطالب به بشدة. المفروض يبقى فيه تقييم قومي، لأن احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك كذا وعشرين كلية طب، الخاص منها اتنين، لكن في كلية طب إقليمية، جامعة الأزهر لها كلية أزهر بنين وبنات، وفي واحدة في دمياط، وفي واحدة في أسيوط، ففي عدد كبير من الكليات، والمستويات قد تختلف من كلية لكلية. مش ذنب الكلية نفسها، لأن ذنب الإمكانيات. الكلام مش على جامعة الأزهر بس، الكلام على الجامعات كلها بشكل خاص. أقول لك إيه، السنة اللي فاتت وفجأة وبدون أي إنذار قبلوا طلبة في كلية طب بورسعيد. دي خرجت من مفيش. طب فين الكليه دي؟ فين مبانيها؟ فين مستشفيتها؟ فين اخذوا مبنى كان مدرسه تمريض واخذوا منه جزء وبقى دي اسمها كليه وقبلوا طلبه. مش مجهزه لاستقبال الطلبه. الحل ايه؟ الحل ان يبقى في امتحان قومي. تعمله الدوله. بعد ما كل كليه تدي تدرس بطريقه كده، وبعدين المحك هذا الامتحان القومي، يبقى كمبيوتر بيست، يعني مبني على كمبيوتر. الكمبيوتر دلوقتي يقدر يمتحن في اي حاجه، يعني يقدر يطلعك مش بس اسئله، رسومات قلب، اشعاعات، يوريك فيديوهات عن مريض عنده شلل مثلا بيمشي كده بيتكلم، يقول لك طريقه الكلام. يعني جزء كبير جدا من المهارات ممكن امتحانها عن طريق الكمبيوتر، وبالكمبيوتر ده تقدري تمتحني 1000 واحد في اليوم.
ويحصل تقييم اللي هينجح اللي ينجح هو اللي هيمارس المهنة. اللي ما ينجحش ياخد دورات ياخد فترة أكبر نرجو يعني بشدة إن مثل هذا التقييم القومي ده حق المريض. يعني المريض المصري من حقه كده طبعا يتم على مستوى الدولة كلها في نهاية سنة الامتياز. امتحنوا في المهارات على الأقل اللي اكتسبها أثناء سنة الامتياز. فياريت ياريت إن شاء الله. طيب خلاص الدكاترة امتحنوا ونجحوا وبقوا دكاترة مجازا، لأن طبعا مش كل طبيب هو دكتور، الدكتور هو اللي حاصل على شهادة علمية معينة تؤهله لأنه يكتب على اليافطة بتاعته دكتور، لكن كلهم أطباء. عايزة حضرتك تقول لي المؤتمرات العلمية وأهميتها، وهل الدكاترة الصغيرين بيروحوا يحضروا المؤتمرات ولا دي بس حصريا للخبرات الكبيرة؟ لا، هو طبعا التعليم الطبي المستمر والتنمية المهنية المستدامة دي ضرورة لازمة في الطب أكتر من أي حاجة تانية، لأن الطب بيتغير يعني يوميا. وخدي مثال بسيط، احنا ظهر لنا في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا هو سوفالدي ده بتاع التهاب الكبد، ده ما كانش موجود من سنة، ما كناش نحلم بيه، بصينا لقينا جه. والسوفالدي ده يعني خطوة على طريق، بتقري في الجورنال كل يوم ان ده بقى قديم، هو لسه داخل، وان في جيل جديد من الأدوية بتاعة الكبد جاية هتبقى تدي نتائج 100% بدون تعب في شهر او شهرين. فاذا الطب بيتطور ولابد ان كل الدكاتره تتطور معاه، ما ينفعش ان الدكتور يتنب معلومات البكالوريوس او معلومات سنه الامتياز او حتى بعد عمل الامتحان اللي احنا بنقترحه وبنتمناه. ده مسؤوليه صاحب العمل. في اي مكان الدكتور موجود فيه المفروض ان يلزم صاحب العمل اللي هو طبعا اكبر مشغل للدكاتره في مصر هو وزاره الصحه، بتاخد حوالي 70% من الدكاتره، يليها الجامعات، وبعدين يليها بقى المؤسسات اللي زي مثلا هيئه السكه الحديد، هيئه كهرباء مصر، دول لهم مستشفيات ولهم نظام علاجي، وبعدين الطبيب الحر. كل المفروض ان الكل يلتزم بنظام تدريبي، دورات تدريبية يبقى إجباري على صاحب العمل إنه يموله وإجباري على الطبيب إنه يحضره. في بلاد بره مش بعيد، يعني في السعودية مثلا والخليج، الطبيب بيسجل ويرخص له بالعمل كطبيب لمدة محددة 3 سنين أو 5 سنين، بعديها تنتهي الرخصة. لازم يحصل على شهادات اخرى ودورات تدريبيه، على نقاط تدريب، كل ما يحضر مؤتمر تحسب له نقط، كل ما يحضر دوره تدريبيه ورشه عمل، وبعضه معمول للدراسات الخاصه. يعني انت دلوقتي تقدري تدخلي على النت ينزل لك اسئله وتجاوبيها على النت، يقوم يمتحنك ويديك نمره. يعني ده دراسه خاصه، مش كل حاجه لازم تروحي مؤتمر، ممكن ان المعلومه تجي لك، لا تجي لي اطلع على المجلات العلميه. كل ده بيتحسب وبياخد سكور، يعني درجه ما كانش يتحصل عليها رخصته تنتهي. طب انا عايزه حضرتك تقول لي، هل الاخطاء الطبيه يعني في مجال الصحه بس العنصر الاساسي فيها بيبقى الطبيب؟ يعني مش ممكن يكون المريض عمل حاجه مختلفه يعني شارك في انه يحصل خطا يعني بإيجاز شديد عشان وقتنا؟ هو طبعا الطبيب هو العنصر الأساسي في المنظومة طبعا، إنما الإمكانيات عنصر تاني. يعني الدكتور اللي قاعد في العيادة ما كانش فيه رسم قلب، ما كانش فيه أشعة، ما كانش فيه رنين مغناطيسي، ما كانش فيه أشعة مقطعية، ما يوصلش للنتيجة. هيشتغل إزاي؟ الحاجات دي كلها ما اكتشفوهاش يعني كده فخفخة، لا، ده لأنها ضرورة ولأن في أمراض ما تشخص إلا بيها. فلما تكون الحاجات دي مش موجودة خلاص. على العموم ان شاء الله احنا بنتمنى ان حال البلد صحيا يبقى كويس، وحال الاطباء صحيا وماديا يبقى كويس. وفي نهاية حلقتنا بنشكر الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء، وفي نهاية حلقتنا كمان بنأكد على اننا بنسابق الزمن علشان نبني بلدنا،
معنى كده ان لازم كل واحد في مجاله يقوم بالدور اللي عليه من غير ما يفكر هياخد ايه. ودايما استنونا الاسبوع الجاي، ودايما تحيا مصر.